الدوم رجع تاني لموسم جديد 2023. الدوم لف في مصر كلها ووقف في 6 محطات، من اسكندرية، من أسوان، الجيزة، محافظة شمال سيناء، الدقهلية، المنصورة، علشان يبقى قريب من كل المواهب المصرية. ابتدينا بمدن القناة، وفي بورسعيد قابلنا المتسابقين من السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء. هما يومين جربت فيهم حاجات جديدة بالله عشان الحركات دي بلدي أوي. في المنصورة قابلنا المتسابقين من محافظات الغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ. وعذابي فيه عرضت لضغط شديد من الأم. الدوم راح بعد كده الصعيد، واللي كان ليه محطتين عشان نقدر نوصل لكل الموهوبين. الأولى كانت للمتسابقين من المنيا وسوهاج والوادي الجديد، وكانت النقطة اللي بنقابلهم فيها هي أسيوط. يجعل على نفس عدوك الهم والغم والقمص اللي يتفحوا الدم. اسمحوا لي أرحب بكل حكامنا الموجودين معنا في مسابقة الدوم. بعدها الدوم راح لأقصر، واستقبلنا المتسابقين من قنا وأسوان وحلايب وشلاتين. من نيل سمر لون والجد فرعون. تسوم جوب تديتون تهمي دايري هما وانا رمشي مدى النوم. في اسكندرية قابلنا المتسابقين من مطروح والبحيرة. لن أدعك تنطق بكلمة أخرى ولو طلب الأمر. أما محطتنا الأخيرة فكانت في القاهرة، واللي قابلنا المتسابقين فيها من محافظات القاهرة، قليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم. وتقدم أكثر من 25,000 متسابق في الغنى والتمثيل والتقديم التلفزيوني. هنختار منهم 95 موهوب عشان يوصلوا للمرحلة الثانية. الواحدة بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت جرينتش. وإحنا روح قلبي ما عايزة تمثلي ليه تحية؟ ليه أبقى أول واحدة تعرف خبر عظيم زي ده؟ ولا تنسانيش كده بيه. أنا عمري ما تخيلت إن أنا ممكن أبعد عنكم يوم. وأنا ما كدفتش خبر، خدتهم فعلا. أعلن وزير الخارجية المصرية إرداد مصر التابوت الأخضر. من قبل ده العالم والله كل يوم أكل فول وطعمية. I feel good. لا 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 لا. وحنبدأ يوم 2 و3 فبراير، وحندخل الدوم الرئيسي، وينضم لينا لجنة من أهم النجوم في كل مسابقة علشان يقف قدامهم 80 متسابق في اختبار الدقيقة الواحدة، واللجنة هتختار منهم أحسن 28 متسابق اللي هيكملوا معانا على مدار 5 أسابيع، يبدأوا من 10 فبراير لحد 16 مارس. مش بس كده، هتزيد كمان مسابقات العزف الموسيقي والفن التشكيلي. والحلقة النهائية يوم 17 مارس، هنعرف مين نجم الدوم 2023 في كل فئة من الفئات الخمسة. الدوم بوابة النجوم. Watch it.